تجيب الحشمة زينة. خالد أنا مستعدة أسوي أي شيء عشانك، بس لا تزعل مني، تكفى. ما أتمنى إنك تهدني. تهدني؟ أمي راح تهدني. ما علي حبيبتي، اليوم الظهر يكون بسيارة. اي تعالي ولا راح نموت من الشمس. شو اسوي يمه؟ لا لقيت تاكسي جوال ولا تاكسي تحت الطلب، حتى تليفوني ما ادري ايش فيه اليوم. يمه شنو حبيبتي؟ احنا شنو؟ قولي لا تستحي. ابوي ايش فيه؟ خلاص يلا وصلنا مدرستك، ها؟ غسل وجهك واشرب ماي وايد علشان لا تطيح في الطابور، ها؟ يلا 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 نشط. لو سمحتي تبي تروحين المدرسة ولا؟ لا ماني رايحة المدرسة، بروح أخلص أوراق السيارة عقب بروح المحامي. يلا حبيبتي نمتي؟ لا والله كلش ما قدرت انام. تدري انا ما غمضت عيني، كلش ما غمضت عيني من البارحه للحين وانا سهرانه كله قاعد افكر فيك. ما يخالف حبيبي، الحين تتريق تروح تنام ترتاح. تدرين انا اخبى انسان بالتاريخ. ليش؟ ما يعرف شلون متحمل سعاده العيوز بالزوجه قبلي كبيرة بالعمر، مخلي هاللوز اللي قدامي، مخلي هالخوخ متزوج قرع. صراحة أنا فيه قالت لك حسافة عليك. السلام عليكم، لو سمحتي وين مكتب الموثق؟ شكرا.